इसको घूमने का शौक है भाई, इसे इस बात की टेंशन है कहीं सफारी में जाए तो वहाँ कहीं टाइगर ना मिल जाए। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ does it mean and क्या कहना चाह रहे हैं या क्या है, मुझे मैंने अभी तक I have not come across. انباء من قلب الحدث واخبار حصري عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهنديه. الظهور الاخير لنجمه بوليوود كارينا كابور يثير غضب الشعب الهندي. خمر ومخدرات وسكر علني، ماذا يحدث وما سبب محاولات كارينا كابور توقيفها للصحافه؟ نجم بوليوود أكشاي كومار يسخر من ديشا باتاني أمام الجميع بسبب انفصالها عن تيجا شروف. ماذا قال أكشاي لديشا وكيف حاول تصليح تصرفه الطفولي؟ المطالبة بطرد الممثلة التلفزيونية عائشة سينغ من المسلسل الشهير حبيبة من تكون، ما سبب ذلك وهل بالفعل أعلنت خبر انسحابها؟ तुमको देखूं लगता है कि की खुशबू पर आई हो. لقد أصبحت الممثلة التلفزيونية عائشة سينغ بطلة مسلسل حبيبة من تكون، من أكثر الشخصيات التلفزيونية شهرة في الهند وفي العالم العربي حاليا، فهي تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة بفضل أدائها المقنع لشخصية المسلسل، لكن للأسف انقلب هذا الإعجاب إلى المطالبة بطردها من المسلسل بسبب المسار الحالي للشخصية الذي تسبب في استياء المعجبين وأعربوا عن صدمتهم وخيبة أملهم، وأكدوا على أن الشخصية الرئيسية التي لعبتها عائشة سينغ التي تمتاز بالقوة والشراسة لم تعد هي نفسها كما كانت في البداية، وتمنوا مغادرتها للعرض في أقرب وقت ممكن. كما تداولت العديد من الصحف الهندية خبر يؤكد أن عائشة سينغ ستعلن قريبا خبر انسحابها من المسلسل، لكن عموما لا يوجد أي تأكيد رسمي لحد الآن. لقد تصدرت نجمة بوليوود كارينا كابور صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فيروسي بعد انتشار مقطع حصري لها هذا الأسبوع برفقة أصدقائها المقربين ماليكا أرورا وأمريتا أرورا ومهيش مالهوترا والآخرون. اظهرت كارينا كابور وهي في حالة سكر وتفاجأت بوجود الصحافة لحظة خروجها من حفلة عشاء لتنفعل فيما بعد على المصورين في محاولة منها منعهم من التصوير، إذ انهالت عليها كمية كبيرة من التعليقات اللاذعة والمليئة بالاتهامات والهجوم، إذ أكد أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن هؤلاء النجوم ليسوا فقط سكارى وإنما أيضا في حالة تخدير كاملة، ومن المرجح أنهم يتعاطون المخدرات بدون حسيب ولا رقيب. आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी. لقد شكل خبر انفصال الثنائي البوليوودي تيكا شروف وديشا باتاني صدمة للجميع بعد أن أكدت العديد من الصحف الهندية أن تيكر هو الذي اختار إنهاء هذه العلاقة لأنه حب من طرف واحد، ليقوم نجم بوليوود أكشاي كومار بإحراج ديشا باتاني أمام الجميع أثناء استضافتهما إلى جانب نور فتحي وموني روي في حلقة كابيل شارما شو.
إذ قام أكشاي كومار بإطلاق دعابة اعتبرها البعض تصرف طفولي من نجم كبير. تداولت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من البرنامج يظهر أكشاي وهو يسخر من ديشا باتاني بخصوص تيغا شروف قائلا أنها تحب السفر كثيرا لكنها تخشى أن تصادف النمر في رحلات السفر. إذ حاولت ديشا إخفاء ارتباكها بابتسامة عريضة ليحاول أكشاي إصلاح الوضع من خلال احتضانها والاعتذار لها. إليكم هذا المقطع. गर्ल्स दिल से आपका स्वागत है कहते दिल से स्वागत मेरा क्या रुकने से करेगा दिशा बंटी को इसको घूमने का शौक है बात की टेंशन है कहीं सफारी में जाए तो वहां कहीं टाइगर ना मिल जाए कसम से ऐसी वॉक कर रही हो ना तो रनवे पे आदमी पायलट जहाज ठोक दे माझ्याकडे बघा माझ्याकडे माझ्याकडे नाही बघितलं आपले सर माझ्याकडे नाही बघत अरे अंदर ये अंदर मत जाओ अंदर मत जाओ दिशा जी बाय सर बाय अक्षय सर यहाँ पे फर्स्ट एकदम यहाँ पे फर्स्ट ये अंदर मत जाना सर भाई